فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو أن الرجل الذي ظاهر من زوجته جامعها أثناء قضاء كفارة الصيام، هل يستأنف الصيام أم يبني عليه؟ بلا شك أنه يستأنف، لأنه أبطل صيامه، لأن الله قال شهرين متتابعين وهذا قطعه، فيبدأ من جديد. نعم، قبل أن يتماس، قال الله جل وعلا صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى. نعم.